ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ وحشتوني. لو اول مره بتشوفوني، اعملي اشتراك في القناه، فعلي زر الجرس ولايك وشير عشان يوصل لك كل جديد. النهارده جايه لكم بلوك للعين، لوك بسيط قوي قوي ولون حلو. يعني اللون البينك ده والالوان دي انا شخصيا بحبها. التكنيك بتاعه سهل جدا، ينفع جدا للعين المبطنة وينفع لأي عيون. زي ما انتم شايفين، سرحت شعر الحاجب بالواكس بتاع تثبيت الشعر بتاع الحواجب، وكده جبت الكونسيلر بتاعي وهبدأ زي ما انتم شايفين هحدد الحاجب وانضف المنطقة كلها بتاعت الجفن اللي تحت الحاجب كلها، الجفن المتحرك والجفن الثابت. هنضف بالشكل ده بالكونسيلر زي ما انتوا شايفين. بنضف بالشكل ده يا بنات بالكونسيلر شوية. النهاردة هعمل التكنيك، هحط البلاستر، انتوا عارفين واكيد يعني، في نهاية العين علشان الشكل الشارب قوي. لو انتي مبتدئة تحطيه عادي مفيش مشكلة، انا حطيته يعني، انا الحمد لله بقدر اطلع اللوك شارب قوي، بس ده تكنيك لو مبتدئة ممكن تشتغلي بالبلاستر ده، هيديكي شكل العين شارب جدا. تمام كده، بأكد على انه لزق في الجزء ده. طبعا الحتة دي بعتذر يعني ما تصورتش، كل اللي انا جبته لدرجة دي، وبحدد بس الجزء بتاع الجفن المتحرك مش الثابت. لو انتي لغاية دلوقتي ما حطيتيش اللايك، من فضلك انزلي حطي اللايك وتعالي يلا كملي معايا حبايبي وبناتي واخواتي اللي على القناة. طبعا انا بشكركم على دعمكم ومحبتكم، بس يعني محتاجين زقة كمان شوية حلوة علشان القناة تتشاف. الشير يا بنات واللايكات فعلا بيعلي الريتش بتاع القناة. كده يا بنات جبت كونسيلر وهبدأ. على فكرة في معلومة مهمة جدا، انا اشتغلت العين من غير ما اثبت بلوس باودر او كومباكت باودر، انا اشتغلت على طول على الكونسيلر. هبدأ دلوقتي يا بنات احدد الكات كريز بتاعتي، والكات كريز بتاعتي هتبقى كات كريز مفتوحة زي ما انتوا شايفين. طبعا لو انا مبتدئة او لسه مش هعرف اعمل التكنيك ده لوحدي كده بدون مساعدة، فبعمل خط من الكونسيلر على خط الرموش، بطلب من العميلة ترفع عينها فوق، بتحدد لي شكل الكات كريس. تمام، طبعا انا وريت لكم التكنيك ده قبل كده، وتكنيك سهل جدا، ولو مبتدئة مش هيبقى صعب بالنسبة لك، خاصة انك بتوصلي خطوط فبيبقى الامر سهل جدا. زي ما انتم شايفين انا حددت شكل الكات كريس بتاعتي، والكات كريس بتاعتي دايما بتبقى في الجزء المتحرك، الجفن المتحرك مش الثابت. تمام، زي ما حضراتكم شايفين. تمام، ببدأ اجيب لون بينك فاتح خالص خالص، اقرب منه للون اللي عارفين الوردي الفاتح خالص، وببدأ اطبطب مش ادمج لغاية ما اثبت، وبعد كده هبدأ ادمج. زي ما انتم شايفين انا بس بطبطب. تمام،
هطبطب بالشكل ده على كل الجزء اللي عليه الكونسيلر باللون الفاتح ده زي ما انتوا شايفين. طبطبت بالشكل ده، فرشة تبقى فلات يا بنات، وانتوا عارفين فرشي من جسم، يعني انا شخصيا اكاد اقول لكم من افضل الفرش اللي انا اشتغلت بيها. جبت حاجات تانية بس من افضل الفرش حرفيا اللي انا اشتغلت بيها هي جسم. تمام، بثبت بالشكل ده على كامل الجفن المتحرك اللي انا اوريدي عامله له بيز من الكونسيلر زي ما انتوا شايفين. لغاية كده حلو ولا ايه؟ قولولي. اللي وصلت معايا لغاية الحتة دي تقولي كده حلو، من فضلكم. اللي وصلت معايا واللي كملت معايا لغاية الفيديو لغاية الجزء ده تكتبلي كده حلو. كده انا ابتديت ايه بقى؟ ابتديت ادمج بطريقة الدورانات، يعني عارفين بعمل دمج خلاص، لان انا اوريدي ثبت اللون بتاعي، فانا دلوقتي ببدأ ادمج. تمام، زي ما انتوا شايفين يا بنات اللوك سهل جدا وهيعجبكم في الاخر. خليكم معايا لاخر الفيديو علشان تشوفوا اللوك بتاعنا. تمام، هبدأ دلوقتي. جبت فرشة رفيعة جدا وجبت الجل او الجلو بتاع نيكس او ان واي اكس، الجلو بتاع لزق الجليتر، انا وريته لكم قبل كده. ده جلو من نيكس، ده خاص بلزق او بتثبيت الجليتر. فانا عملت الخط ده وهرجع بالخط ده زي ما انتم شايفين، جبت الجليتر هبدأ احطه على خط الجلو اللي انا حطيته زي ما انتم شايفين يا بنات. وبرده انتي على حسب مساحة العين عندك، لو مساحة العين تسمح ان الخط ده يبقى اعرض اوكي، بس تشتغلي على حسب مساحة العين. انا عندي مساحة العين ما تستحملش الخط يبقى اعرض من كده. وبفرشة رفيعة بجيب من الجليتر وببدأ اثبته في جزء الجلو بتاع لزق الجليتر. تمام، زي ما حضراتكم شايفين كده. رب اللوك يكون عجبكو. تمام كده، ببدأ انظف الجزء اللي تحت الخط بتاع الجليتر بالفرشة بتاعتي اللي انا كنت شغالة بيها عشان شغلي يبقى نظيف ومترتب، يعني ما يبقاش فيه اخطاء. شايفين لما شلت البلاستر الخط بتاع العين عامل ازاي؟ ببدأ انظف حواليه بالشكل ده. تمام، كده بنات هبدأ اعمل ايلاينر للعين، الايلاينر بتاعي من محمود سعيد زي ما انتم شايفين كده، من تقريبا تلات ارباع العين او نصها. شايفين انا عملت ايه؟ طلعت بخط على فوق، نزلت باخر الخط على تحت ومليت الجزء ده. شايفين سهولة الايلاينر. وبعد كده هكمل خط رفيع جدا في بداية العين زي ما انتم هتشوفوا حالا دلوقتي، خط رفيع جدا على خط الرموش. تمام،
تمام جدا. بأكد على الأيلاينر بتاعي وخطوطي تبقى كلها سليمة. تمام جدا. يلا الخطوة اللي بعدها بقى، خلصت الايلاينر، نشوف الخطوة اللي بعدها ايه. كده انا خلاص رسمت الحواجب، للأسف برضو ما تصورتش. هبدأ انور تحت الحاجب يا بنات بالهايليتر بتاع أفرة، وبعد ما بنور برجع تاني بالفرشة بتاعتي اللي انا اشتغلت بيها اللوك، بفضل ادمج الهايليتر مع اللون علشان ما يبقاش عندي خطوط واضحة في الشغل زي ما انتوا شايفين. تصوير يا بنات بكاميرا سامسونج بدون ايديت بدون فلاتر، وده تعمد مني انه تتعودي انه مش كل اللي بتشوفيه ده حقيقي، ده اللي حقيقي، ده اللي انتي شايفاه هو ده اللي حقيقي. تمام كده خلصت العين. هبدأ أأكد بس على الجليتر شوية، نورت شوية لأنه حسيت إنه الجليتر بتاعه مطفي فنورت. ده أيلاينر جليتر. تمام زي ما تشوفين نور شوية عن مكان. تمام اللي وصلت معايا الحتة دي في الفيديو تقول لي ايلاينر جليتر. كده بحدد شكل العين بالسبونشة بتاعتي دي، رائعة جدا يا بنات، حلوة جدا جدا، بتطلع لي شكل العين شارب قوي. في لوك بقى في دماغي يا بنات بجد، لوك رائع رائع. وعايزة اقول لكم على حاجة، اللي عاجبها اي لوك وعايزة تشوف خطواته تبعت لي صورة اللوك على في الكومنتات، تحط لي كده صورة اللوك في الكومنتات وانفذه لها. تمام بحدد بالشكل ده بنفس اللون اللي فوق، بحدد تحت العين بالشكل اللي حضراتكم شايفينه. طبعا العين يعني صغيرة فانا مش هقدر اكحل جوه. تمام بملى الجزء اللي تحت كله ده بالايشادو بنفس درجة الايشادو فوق العين زي ما حضراتكم شايفين. بنضف على طول، وطول ما انتي حاطة بيس تحت العين اي شادو حصل يعني وقع بسهولة جدا انك تنضفيه. كده بعمل خط ايلاينر بسحب بيه العين بالشكل اللي حضراتكم شايفينه. تمام هو خط واحد من نهاية الرموش، وبعمل خط تحت وبسلمهم لبعض كده عشان ادي مساحة للعين زي ما انتو شايفين. طبعا في التوقيت ده بنات معظم البنات اللي انا بعمل لها ميك اب ما بيستحملوش الاضاءة، فبضطر اقفل على طول الكاميرا لغاية شايفين انا قفلت على طول لان ما كانتش عينها هتستحمل انه انا اكمل بالشكل ده. كده بلزق الرموش بتاعتي، بشوف المقاس بتاعها، بحط الجلو بتاعها وبسيبه 30 ثانية تقريبا وببدأ ألزقه. شايفين في وقت قليل جدا الرموش بتلزق. وطبعا لو انت واثقة ان العميلة بتاعتك مش هتعمل اي رد فعل مثلا او تدمع او اي حاجة، الزقي وهي فاتحة عينها، او على الاقل فاتحة عينها وبصت على تحت.
تمام. زي ما انتوا شايفين انا ساكته عشان تتفرجوا براحتكم وما اشوش على تركيزكم في اللوك. تمام، التركية دي مهمة جدا يا بنات، يعني تابعوها للاخر عشان تشوفوا الفرق قبل ما اعمل التركاية دي والفرق بعد ما عملتها. جبت فرشة فلات وجبت الدرجة اللي فوق، اغمق سيكة شوية خالص مش كتير، وابتديت احدد فوق الايلاينر الجليتر الكات كريز بتاعتي، ابتديت احددها باللون الغامق. شايفين اللوك عمل ازاي؟ شايفين الحلاوة عاملة ازاي؟ شايفين الطعامة وحلاوتها وجمالها وجمال عينيها؟ وانتي بتشتغلي ابدعي وطلعي احلى ما عندك، محدش اتولد مبدع، دي نعمة من ربنا الاول، وبعد كده تكملي بدراستك وبتعليمك للحاجة اللي انتي بتحبيها. شفتوا اللوك عمل ازاي؟ بصوا بصوا، يعني هي تاتشاية خفيفة قوي بس فرقت كتير جدا جدا في اللوك بتاعي. طبعا جبت الفرشة الفلات بتاعتي عشان انا كمان مش عايزة الخطوط الواضحة دي تبقى باينة معايا. بدمج 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 كتير قوي علشان اللوك بتاعي يطلع احلى ما يكون. تمام، شايفين بدمج حتى في الجزء الفاتح هيفضل منور، بس هدمجه مش هيفضل خطوط صريحة. كده بدي خط قليل قوي جليتر تحت الجزء بتاع الايلاينر، مش هكمل للاخر. تمام، تمام جدا، حلو قوي. وبكده اللوك بتاعنا تقريبا خلص زي ما انتوا شايفين. قولولي بقى، طبعا كده بمسكر الحواجب الصناعية بالحواجب الطبيعية بتاعت العميلة بتاعتي، ودي خطوة مهمة جدا، ما ينفعش تسيبيهم مش مدموجين مع بعض. وبعمل الرموش السفلية. كده اللوك بتاعنا خلص. ما تنسونوش يا بنات ابدا ابدا بدعواتكم وبدعمكم للقناة، اشوفكم دايما على خير. اي حد عنده لوك حابب يشوف خطواته اكتبولي في الكومنتات وحطولي الصور بتاعت اللوكات اللي نفسكم تشوفوها. وده اللوك بتاعنا النهاردة، اشوفكم على كل خير الدنيا، وباي باي يا احلى بنات في الدنيا.